بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا الدرس في درس القراض الفاسد من مادة المعاملات المالية 3. إن شاء الله تعالى سنتطرق في درسنا هذا إلى أحكام القراض الفاسد. بطبيعة الحال نحن عندما نتحدث هنا عن القراض الفاسد سنتحدث عن 3 موضوعات: عن القراض الفاسد الذي عثرنا عليه قبل العمل، ومعنى العمل هنا هو البدء بتقليب مال القراض بالبيع والشراء. في حالة ثانية وهي هذه الحالة، حالة أجرة المثل قبل التجارة وبعدها، أننا عثرنا على العقد الفاسد بعد البدء بالتجارة وتقليب المال، فهنا تثبت له أحكام أجرة المثل قبل البدء بالتجارة وكذلك بعد البدء بالتجارة، وله أحكام تخصه أيضا. أما الحالة الثالثة هنا في هذه الحالة وهي أن يثبت للعامل أجرة مثله قبل البدء بالتجارة، ولكن بعد تقليب المال بالتجارة والبيع والشراء فإنه يثبت له قراض المثل، وسيأتينا الفرق إن شاء الله تعالى بين قراض المثل وأجرة المثل. نحن في هذه الحالة الأولى التي فيها أجرة المثل للعامل، هناك 3 حالات. الحالة الأولى هذه الحالة وهي اعتبار الرهن قرضا، بمعنى أن الراهن قال للمرتهن وهو سيكون هنا الدائن، قال له اعتبر المصاغ الذهبية التي جعلتها عندك رأس مال قراض واتجر بها. هذه الحالة اعتبار الرهن قراضا، ونعني هنا بكلمة قراض أي رأس مال القراض، فالقراض يطلق على العقد ويطلق على مال القراض. أما الحالة الثانية فهي اعتبار الدين قراضا، كأن يكون لرب المال دين على العامل فيقول له اتجر بالدين الذي عليك، أو أن يكون قد وضع العامل وديعة عند العامل وقال له اتجر بها. هذه الشروط التي يشترطها رب المال على العامل ويتفق معه العامل في هذا تناقض أصل القراض، وهو أن القراض هو دفع مالك مالاً من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر. إذن عندما قال له اعتبر الدين الذي عليك قراضاً، معنى ذلك أنه لم يدفع المال وسلمه للعامل. في هذه الحالة انتفى الشرط التسليم. طيب الآن في هذا التعريف قال لابد أن يكون ممن يتجر به بجزء معلوم، ربما هذه الشروط مفسدة إذا كان النسبة التي اتفق عليها العامل ورب المال نسبة مجهولة، بمعنى لم ندري، وهذا سيأتي أيضا. الآن عندما قال له اتجر بهذا الدين الذي عليك ويكون بيننا الربح ثلثان لي وثلث للعامل، لماذا قلنا بهذا الأمر أنه لا يجوز وفيه فساد؟ عندما يكون الشخص مدينا عندئذ يكون ضعيفا أمام الدائن، ومن هنا ربما يستفيد الدائن من دينه على المدين،
ويعدل في نسب الربح لصالح الدائن ليستغل حاجة المدين، والمدين ضعيف ربما يقبل بذلك تحت ضغط وطأة المطالبة بالدين، فيدعي أن الدين تحت يده، فإن أراده الدائن فإنه يأتي به فيقول له الدائن الثقة بيننا. نحن نقول هذا اتفاق على خلاف قواعد الشريعة. لماذا؟ لأن الدائن يمارس سلطة في إبرام العقد بين رب المال والعامل، ومن هنا نقول له إن هذا يكون حراما ولا يجوز الدخول عليه، وهو من مفسدات عقد الكرم. قد يقول قائل لا يكون العامل هو المدين، بل يكون الدين على طرف ثالث، وقال له هنا الدائن اذهب وعندئذ خذ هذا المال الذي هو دين على ذلك الشخص الثاني. في هذه الحالة يكون الدائن هنا قد استفاد من دينه ومن إبرامه عقد القراض، بحيث استخدم العامل لتحصيل الدين، ويرغب العامل بأن يكون هذا الدين في يده، فمن باب أنه محتاج للمال وأن هذا المال سيكون تحت يده، فيريد أن يستفيد رب المال من عمل العامل في هذا القراض، فيكون العامل يعمل بوصفه أجيرا لا بوصفه تاجرا. وهنا يكون كذلك رب المال قد استفاد من قراضه في استئجار العامل مجانا من أجل تحصيل المال الذي أعني به مال الدين، ومن هنا نقول لابد أن يثبت للعامل أجرة المثل على العمل الذي قام به في تحصيل ذلك الدين. إذن هنا نتساءل ما سبب هذا الفساد؟ لما أفسدنا هذا العقد؟ نقول الآتي: إن رأس مال الدين لابد رأس مال القراض لابد أن يكون معلوما. فإذا لم يكن معلوما فإننا عند التصفية سنصفي بناء على معرفة رأس المال نقدا. إذا كان رأس المال وديعة كسيارة، أو كان رأس المال رهنا يباع كحلي ومصاغ ذهبية فاتجر به، فنقول من أين لنا أن نعرف رأس المال؟ نحن لا نستطيع أن نعرف رأس المال هنا. فإذا عندما وكله ببيع سيارة وأن يجعل ثمنها قراضا، فمعنى ذلك أننا لا نعرف رأس مال القراض عند العقد. طيب سيقول أحدهم لقد بيعت السيارة ب10,000 وأصبحنا نعرف ثمنها ورأس مال القراض بعد بيع السيارة. نقول إن الشريعة عندما تشترط المعلومية في رأس مال القراض أو الثمن والمثمن في البيع، إنما تشترط ذلك في العقد لا بعد العقد، وإلا فإن كثيرا من الجهالات ستؤول إلى أن تكون معلومة بمرور الزمان، كما لو قلت لك سأبيعك 100 طن من القمح على اعتبار ما سيكون عليه سعر القمح بعد 6 أشهر، فبالتأكيد بعد 6 أشهر سيكون سعر القمح معلوما. فإذا قلنا إن الجهالة يمكن رفعها بعد العقد، فهذا أمر متحقق في العادة، وعندئذ لا يوجد عقد فاسد بسبب الجهالة، إنما الجهالة التي تكون مفسدة للعقد التي تكون في العقد، فمحط نظرنا إلى العقد. فلما جعل عينا من الأعيان كسلع قراضا كان رأس مال القراض مجهولا، وهذا سيؤدي إلى خلاف ونزاع في موضوع التصفية، لأننا لا نوزع الأرباح إلا بعد معرفة رأس مال القراض، فيسلم رأس مال القراض من هذا الجهل ومن الغرر والخطر، وبعد ذلك تكون قسمة الأرباح.
إذن دخل على رأس مال قراض مجهول. ماذا نرتب من أحكام على هذه الحالة؟ ألا وهي حالة التوكيل ببيع الوديعة أو تحصيل الدين، وذكرت سابقاً علة منع توكيل العامل بتحصيل الدين من ضمن عقد القرار، أن يكون عقداً منفصلاً على إجارة منفصلة. إذن اطلعنا على هذا الحال، نحكم بفساد القراض، لم يصل العامل بعد إلى البدء بتقليب مال القراض في التجارة، بل ما زال العامل واقفاً عن التجارة، لم يعمل. عندئذ نقول لهما في هذه الحالة التدارك ممكن، نفسخ العقد ويعاد الثمن لرب المال، وتحتسب للعامل أجرة المثل على تحصيل الدين أو على توليه بيع السيارة أو على توليه بيع المرهون. إذن القراض الفاسد يفسخ بجميع صوره قبل البدء بالعمل، ويعاد العامل ورب المال إلى حالهما قبل التعاقد، ولا شيء للعامل إلا إذا بذل جهدا في مثل هذه الحالات التي ذكرتها. إذن هناك أمر مهم جدا في هذا الفسخ، أننا حرمنا رب المال من أن يستغل دينه على العامل، وهذا الجزء مهم جدا من حاكمية الفقه المالكي فيما يتعلق بالعلاقة بين الدائن والمدين، ومن الأهمية بمكان أن ننظر إلى حيلولة الفقه هنا دون استغلال رأس المال ماله في تحقيق مكاسب خارج نطاق التبادل الطبيعي بالعرض والطلب والتجارة، ولا يمكن أن يتحول إلى سلطة بإمكانه أن يؤثر على المدين بوصفه ضعيفاً وأن يحقق مكاسب لنفسه بوصفه قوياً. إذن هنا فسخنا العقد وأنهيناه وعدناهما إلى حالتهما قبل التعاقد. إذن هذه الحالة قبل أن يبدأ بالعمل، وأعني هنا التعاقد أي أنهما يعني بدأ العامل بالتعاقد مع الآخرين بيعاً وشراً. الحالة الثانية، هي حالة نفس الحالة الأولى التي ذكرتها، إلا أنه تركب معها التجر، بمعنى أن العامل بدأ بالتجر. هذه الحالة الأولى نفسها، لكن تركبت معها هذه الحالة الثانية، وهي أن هناك شروطاً أخرى اشترطها رب المال على العامل. فاشترط على العامل أن لا يبيع ويشتري إلا ويد رب المال معه، بمعنى أن رب المال يقبض الثمن ورب المال يسلم المبيع. عندئذ أصبح العامل محجوراً لصالح رب المال، وهذه كلها تحجير. إذن اشتراط مشاورته، الضمير في مشاورته يعود على رب المال، فيشترط رب المال على العامل أن لا يبرم صفقة ولا يبيع ولا يشتري ولا يعين موظفين إلا إذا رجع إلى رأي ومشورة رب المال. تعيين مراقب، هذا الحال، وهو أن يشترط رب المال على العامل أن يعين مراقبا، أن يلاحظ، ليس له من عمل إلا المراقبة، بمعنى أن رب المال يعين شخصا لا يقوم بعمل وظيفة لخدمة مال القراض، لكن يمكن أن يشترط رب المال على العامل تعيين مدقق حسابات يقوم بعمل ويقوم بتدقيق هذه الحسابات من قبل طرف المال، وليطمئن رب المال على سير الشركة وأنها تسير سيرا حسنا. وعلى فرض أن المصرف الإسلامي هو رب المال من جهة، وأصبح يدخل في تجارة بمال الذين أودعوا معه مال قراض،
فله أن يشترط أعني البنك على العامل أن يعين موظفين من البنك يقومون بأداء عمل ودفع الأجرة لهم من مال القراض بحيث يعني يقدمون عملا حقيقيا من تدقيق حسابات ليقف رب المال على الحقيقة، بمعنى أن هذه الشركة لابد أن تعين مدقق حسابات يعني العامل، فيشترط رب المال وهو البنك هنا على العامل أن يعين مدقق حسابات بشرط أن البنك لا يتحول إلى طريقة لتوظيف أناس آخرين على حساب العامل، فلا بد من ملاحظة ذلك، وأن مال القراض يحتمل مثل هذا العمل ويحتاج إلى هذا العمل، وذلك من أجل خدمة مصلحة الطرفين رب المال والعامل. أما تعيين مراقب بلا راتب من البنك ولكن يكون راتبه من العامل ولا يؤدي عملا يخدم القراض فهذا من الفساد المالي ومن المحسوبيات التي يريد أصحاب الأموال أن يفرضوا سلطانهم وهيمنتهم على التجار النشطين والعاملين، وبذلك يصبح هناك تحميل رواتب على القراض لا يحتملها مما يؤدي إلى فشل هذه الشركة. لذلك نحن هنا نتكلم أيضا عن حاكمية الشركات فيما يتعلق بمال القراض. اشتراط هذا الشرط يعني أنه يشترط العامل أو يشترط رب المال على العامل أن يعمل بيده، يشترط رب المال على العامل أن يعمل بيده، كأن يحفر وأن يزرع بيده وأن يحمل وأن يتولى بنفسه التدقيق الحسابات وأن يكون هو مدقق حسابات وما إلى ذلك. فنقول لا يجوز لرب المال في هذه الحالة أن يشترط على العامل أن يعمل بيده عملا كثيرا كزراعة وصناعة، ولكن يجوز للعامل هنا أن يتعاقد مع موظفين لمصلحات القراض، مثلا فتحنا سوقا تجاريا سيتعاقد العامل مع أجراء محاسبين وعمال وسائقين يقومون بخدمة هذه المؤسسة بأجر. فيمكن أن يتعاقد أيضا العامل مع شركات زراعية مثلا في بلدان مشتهرة بالزراعة ويزرع لكن ليس بيده إنما يزرع بأجراء، ولكن هنا يسترعي الأمر أن نذكر بأن العامل له وصف تجاري وليس عملا بدنيا على أجرة على يده، إنما ما يتقاضاه العامل من ربح إنما هو نظير تقليبه المال في التجارة وليس نتيجة العمل باليد التي هي جوهر الإيجار. لذلك نقول هنا في هذه الحالة للعامل أنه يجب عليه في هذه الأحوال أن يقوم بأعمال خفيفة، مثل إذا كان في محل بيع الملابس وافتتح محل بيع ملابس مع رب المال، فمثل الطي والنشر والعرض والحديث مع الزبائن والتعامل معهم فهذا من جوهر حاجة العمل ومن أهمية للعامل لأن يقوم بمثل هذا العمل. أما ما كان من الأعمال كبيرا فهذا ما سيتطرق إليه بالشرط التالي، وهو أنه إذا اشترط رب المال أن يكون العمل بيده كما قلنا عمل كثير لا يجوز، فهذا العمل الكثير لا يجوز لأنه يحول العامل إلى من تاجر إلى عامل. إذن عندي هنا أيضا مما يكون فيه التحجير على العامل أن يشترط رب المال على العامل أن يعمل في مكان معين، أن يعمل في مكان معين. الآن هذا الشرط ليعمل في المكان المعين هذا تحجير على العامل. لاحظوا أنه ممكن أن يشترط عليه أن يعمل في هذا السوق الصغير فيكون حجرا على العامل، ويكون العامل في هذه الحالة محجوراً عليه يعمل في مكان ضيق قد لا
لجمت إرادته عن التجارة. لكن هناك أسواق كبرى مثل هذه المدن الكبرى، فهذه يجوز فيها أن يشترط رب المال على العامل وأن يقول له لا تخرج خارج الأردن أو خارج المغرب أو خارج الجزائر، أو أن يشترط عليه أن لا يخرج بالتجارة عن مدينة كبرى. نحن الآن أمام سوق مفتوحة هي سوق الإنترنت، وهذه سوق واسعة ليست محدودة بمكان، ولا يتحدد فيها السوق وقوى العرض والطلب في مكان معين مثل الأسواق التقليدية، إنما هي مكانها العالم جميعا على هذه الشاشة. إذن هذه الحالة كلها، إذا نظرنا إلى هذه الحالات جميعا نجد أنها جميعا تحجير على العامل وتحوله إلى أجل. اشتراط يد رب المال، اشتراط المشاورة، تعيين مراقب، عمل صنعة، عمل تعيين محل محدود، مكان محدود، تعيين شخص للبيع والشراء، أنه يريد أن يقول له اتعامل مع الشركة الفلانية فقط، اشتري من الشركة الفلانية فقط، لا تبع إلا إلى الشركة الفلانية فقط. لذلك نجد أن هذا تحجير على شركة القراض ويضرها، وقواعد العدالة أن يكون هذا العامل مطلق اليد في النظر، وللبحث عن مكان من الربح من أجل المحافظة على نمو هذه الشركة. أما إذا حدد له شركة بعينها أو شخصا بعينه، فإن هذا الشخص بعينه سيتولى تحديد السعر، سيتولى إجبار العامل على هذا العقد، وعندئذ تفوت المقاصد والمصالح من شركة القراض هذه. إذن ما حكم هذه هذا القراض؟ إذن الحالة الأولى قلنا إنه يثبت فيها أجرة المثل على بيع السيارة وتحصيل الدين والتصرف بالمرهون. هذه الحالة هنا حكمها الفسخ حتى لو حصل عمل. يعني عندما نقول إن القراض يفوت بالعمل، نقول يفوت التدارك بالعمل بحالات دون حالات. هذه الحالة وهي حالة التحجير على العامل بهذه الأوصاف التي ذكرتها وبينتها، هي اشتراط هذه الحالة كما ترون، هذه الشروط السبعة، ويجمع معها الشروط الثلاثة الأولى اللي هي الحالات الثلاثة الأولى، الحكم الفسخ، وقف العمل بمعنى نغلق المحلات، هذه إجارة فاسدة، وعندئذ يثبت للعامل هنا أجر مثلي، يثبت للعامل أجر مثلي. نحتاج إلى خبرة من التجار، من أصحاب العمل لتقدير قيمة عمل العامل، ولكن لا بد من وقف هذا النشاط، لأن هذا النشاط إجارة وليس قراضا، فهذا العقد مكتوب فيه قراض وجوهر العمل الإجارة، فوقفنا العمل لأن الإجارة تتناقض مع عقد القراض، فالأجرة في عقد الإجارة مضمونة، لا يوجد أجرة في للعامل في عقد القراض. حق العامل من الربح في القراض هنا أصبح الرجل محجورا، يعمل لصالح رب المال، يتقيد بقيود رب المال، عندئذ أصبح الوكيل بالأجرة وليس تاجرا يمارس نشاطا تجاريا. إذن هذه الحالة التي فيها أجرة المثل كذلك بعد العمل، فيها أجرة المثل بعد العمل. طيب إذن الحالة الأولى قبل العمل ثبتت فيها أجرة المثل في الحالات الثلاث السابقة، يمكن الحالات السابقة الثلاث تتشكل مع هذا الوضع الجديد بهذه الشروط السبعة. عندئذ اعتبرنا ما قبل العمل أجرة مثل، وكذلك ما بعد العمل أجرة مثل، لملاحظتنا أن هذا الشخص وهو رب
المال حجر على قد حجر على العامل، وأصبح العامل محجورا لحساب رب المال ويتصرف على مقتضى إدارة وإرادة رب المال. الآن هذه الحالة الثالثة التي هي ما قبل العمل أجرة المثل وما بعد العمل قراض المثل، لذلك وضعنا هذه الحالة هنا، وهي هذه الحالة هي نفس الحالة الأولى التي قد تم شرحها، لكن نحن الآن أمام حالة من أجرة المثل قبل العمل يرافقها حالة قراض المثل بعد العمل. ما هي الشروط التي إذا وقعت من رب المال اعتبرنا القراض فاسدا؟ هذه الشروط قال له، أي قال رب المال للعامل: خذ هذا المال ونحن شركاء. كلمة شركاء هنا تحتمل أن تكون الشركة بالنصف في الغالب، فإذا كان هناك عادة بين الناس تدل على أن النصف يصبح هنا محدداً لما أطلق في اللفظ، وذلك التحديد يكون بالعرف، يكون الشرط صحيحاً والقراض صحيحاً. لكن إذا قال له لك شرك ولا يوجد عرف يحدد قيمة هذا الشرك ثلث أو نصف، نقول عندئذ هذا قراض فاسد ويثبت به قراض المثل. ماذا نعني بقراض المثل؟ أننا ننظر إلى العامل على أنه يمارس نشاط تجاري، وعندما تأتي هيئة الخبرة في القضاء يطلب منهم القاضي: قدروا هذا الشخص بهذا النشاط التجاري كم يتعاقد أرباب الأموال مع التجار الآخرين على نسبة الربح. إذن لم نلتفت إلى تحديد الأجرة على العمل، إنما التفتنا إلى عرف بين التجار يقدرون فيه هذا العمل التجاري الذي قام به العامل. لو أراد أن يتفق مع رب مال آخر كم يعطيه رب المال قراضا؟ النصف، الثلث، الربع، وهكذا. إذن في هذه الحالة الأولى أنه قال لك شرك، لكن يمكن في كلمة لك شرك أن يكون هناك عرف يحدد فيصح، ويمكن أن لا يكون هناك عرف يحدد فيكون قراضا فاسدا ونقول له لك قراض مثلك. الحالة الثانية قال رب المال اعمل فيه قراضا، لكنه لم يذكر كلمة شرك فسميناه قراضا مبهما، بمعنى في هذه الحالة لا يوجد كلمة تدل على أننا شركاء ويمكن أن يفهم منه أنه بالنصف. هنا إبهام. الحالة الأولى عندما قال له شرك، عندما تقول نحن شركاء فيفهم الناس كلمة التساوي من كلمة الشرك، لكن اعمل فيه قراضا لا تفهم منه كلمات التساوي، لذلك سميناه قراضا مبهما. حدد أجلا للقراض، قال له تبدأ هذا المال معك الآن ولكن لا تبدأ بالتجر إلا بعد شهر، هذا فاسد. طيب قال له ابدأ بالتجارة لكن عقد القراض مدته عام، أيضا هذا فاسد. هذه الحالات نقول إنها فاسدة ولا يجوز اشتراطها في العقد، وهي أيضا مع الأسف الشديد مضرة اقتصاديا. يعني العمل التجاري عمل مفتوح ونشاط مفتوح، يعني عندما تحتاج المصارف الإسلامية للاستثمار وهذا يقول لها أنا أضع معكم قراض لمدة 6 أشهر، بالتأكيد عندما ينظر العامل وهو البنك هنا أن هذه الأجال محدودة 6 أشهر وعام، كيف يدخل في مشاريع طويلة الأمد؟ وبالتالي سيرى أن نموذج الآجال في الودائع ربما لا يتناسب مع نماذج الآجال التي يحتاجها فعلا في الاستثمار، وغالبا ما تكون طويلة الأجل ك10 سنين لتأسيس الأعمال المهمة والكبرى. لذلك نحن نقول هنا إن اشتراط الأجل في هذه الحالة
له مضرة اقتصادية ونريد أن تنطلق المصارف نحو العمل وأن تكون مطمئنة لهذه الودائع، وأن رب المال لا يأتي ويقول أنا أريد مالي. وطبعا تسمية الودائع على مال القراض هي تسمية اقتصادية، ونحن هنا نقول هي مال القراض، ولكن على المصارف الإسلامية أن تتعامل مع هذا المال ليس على أنه دين، إنما هو مال شركة، وأن المصرف بعد العمل يصبح شريكا لما في ذلك من تحقيق الأرباح، فهو حقيقة شريك بالربح. كذلك اشتراط ضمان القراض على العامل، عندما يشترط رب المال على العامل أن يضمن مال القراض، بمعنى أنك أنت مسؤول عن مال القراض، أنت مسؤول هنا عن مال القراض، فإذا تلف مال القراض كما هو يعني اشترطه رب المال، يقول رب المال للعامل أنا أريد مالي ولا علاقة لي بالخسارة، سواء كانت بسبب سماوي كفيضان وفتنة مسلحة وما إلى ذلك، أنا لست مسؤولا. فعندئذ كما هو في النقطة رقم 4 يكون قد اشترط ضمان رأس ماله، وإذا اشترط نسبة من الربح فهذا هو عين الربا. يعني نقول اشترط ضمان رأس المال واشترط نسبة مضمونة من الربح، والقرض بفائدة الربوية محرمة، مضمون فيها رأس المال ومضمون فيها رأس المال وكذلك نسبة الربح. لذلك هنا نحن في البحث في العقود إنما ننظر إلى معاني العقود. فلو أن رب المال اشترط على العامل أن يضمن رأس المال ونسبة من الربح فهذا هو القرض بفائدة محرمة، هذا هو القرض الربوي تماما. لذلك الفقهاء ملتفتون في العقود إلى المعاني وليس إلى الألفاظ والمباني. الحالة الخامسة وهي أن يقول رب المال للعامل اشتري بالدين، يعني أعطاه رب المال المال وقال له ضعه في الصندوق ولكن اشتري بالدين، لا نريد أن نغامر بأموالنا. الآن قوله اشتري بالدين، الآن العامل سينظر إلى المال أنه بين يديه على أنه قرض، فإذا قال رب المال اشتري بالدين وتحققت أرباح من وبعد تسديد الدين وما إلى ذلك، فهذا يعني أن العامل قد اشترى في ذمته. إذا اشترى بذمته بدين فإن رب المال يكون عندئذ حقق ربحا بوصفه دائنا للعامل، لا بوصف أن مال رب المال قد أسهم في إنتاج هذه الأرباح، فماله مضمون في الصندوق وفي الحساب المصرفي ولكنه يستجر أرباحا من عمل العامل الذي يتجر بالدين، والعامل يحب أن يبقى هذا المال تحت يدي، فربما يسدد العامل ديونه من مال رب المال، فيكون عندئذ رب المال قد استفاد فائدة محرمة، وهذا هو الانتفاع بالدين. إذن عندما قال له اشتري بدين، إذن لا يريد لماله أن يدخل في التجري. طيب تحققت أرباح، يكون رب المال مسلفا وسلفه قد جرى نفعا. هذه الحالة التي يعني يشترط فيها رب المال على العامل أن يتجر بالدين، فإذا وافق رب المال أي وافق رب المال أي وافق العامل رب المال واشترى بدين، وافق العامل رب المال واشترى العامل بدين، فإن هذه الحالة تكون فيها الأرباح والخسائر للعامل، لأنه قرض، يعني اقترض العامل واشترى وباع، ويكون مال القراض في هذه الحالة مال قرض، يكون القراض في هذه الحالة مال قرض. طيب فإن خالف العامل رب المال واشترى بالنقد فهذا فيه قراض المثل. إذن نحن ننظر هنا إلى جوهر المعاملة، اشترى العامل بدين ومال القراض تحت يده لم يستثمر، إذن نقول في هذه الحالة يكون العامل
قد بادل بالديون خارج نطاق شركة القراض، وشركة القراض معزولة تماما في التصرفات، وعندئذ نقول الربح هو الخسارة على العامل، ويبقى القراض هنا مع هذا الشرط قراضا فاسدا، ولا تدخل معاملة البيع معاملة الشراء بالدين. ونحن هنا نفرق بين الشراء والبيع، يعني لما قال رب المال للعامل بع بدين أذنت لك، فهذا يعني أن العامل يبيع مال القراض بالدين، يبيع سيارات مملوكة لشركة القراض بالدين. لكن عندما قال له اشتري بالدين حالة معاكسة، أنك لا تدفع مالنا، أبقي مالنا في الحساب المصرفي، ولكن اذهب واشتري بدين علينا، إذن هي حالة معاكسة. ففي حالة أنه خالف واشترى بالنقد، خالف العامل شرط رب المال الذي قال اشتري بالدين، فخالف رب المال فاشترى نقدا، هذا فيه القراض الفاسد، لأننا أمام شرط مفسد. ما معنى قراض فاسد؟ هو قراض المثل في حالة التجارة بعد تحصيل المال ووضع المال في التجارة، هذا عندما قلنا يفوت بعد العمل، هذا يفوت يعني لا نستطيع أن نوقفه مع عن العمل. كذلك اشتراط التجر فيما يقل وجوده، سلع نادرة، قال له التجر بسلعة نادرة، هذا عندئذ نقول له هذا قراض فاسد، وجد هذه السلعة التجر حقق ربح، له قراض المثل. لا يكون قراض المثل إلا إذا تحققت الأرباح، إن لم تتحقق أرباح لا يوجد قراض مثل، يعني القراض الصحيح لا يوجد أرباح إلا بعد سلامة رأس المال، لا يوجد أرباح وتقسيم للأرباح إلا بعد سلامة رأس المال. من هنا نقول إذا اشترط عليه التجر فيما يقل وجوده سلع نادرة، عندئذ هذا يتنافى مع النشاط التجاري الدائم. لكن تختلف هنا السلع الموسمية، يعني هناك سلع موسمية زراعية، هناك ملابس شتوية، هناك ملابس صيفية، هذه ليست من النادرة، لذلك نفرق بين النادرة والموسمية. الحالة السابعة اختلفا في الربح والدعايا ما لا يشبه، يعني في قراض المثل في هذه الحالة أن الطرفين اختلفا، فقال أحدهم اتفقنا على نسبة النصف بيننا، قال الآخر لا اتفقنا على الثلث والثلثين. عندئذ هنا ننظر ادعيا ما يشبه، يعني ما يشبه أي ما هو معروف بين الناس. الآن هؤلاء عندما قال أحدهم اتفقنا على النصف، وقال الآخر بل اتفقنا على الثلث والثلثين، فسألنا الخبرات التجارية قالوا لم يجري التعامل بين التجار وأرباب الأموال لا على نسبة النصف ولا على نسبة الثلث والثلثين في هذه التجارة، إذن هما ادعيا ما لا يشبه، ولا يوجد لنا مستند لنستند إليه في تقرير المثل. فإذا ادعيا ما لا يشبه، الآن نقول تعالوا أيها التجار فيما بينكم، لو أردتم أن تتعاقدوا على مثل هذه التجارة كم توزعون الأنصبة؟ يقولون هذه نوزعها على الربع مثلا والثلاثة أرباع، هكذا. إذن هذا في حالة ادعيا ما لا يشبه. طيب إن أشبه أحدهما، يعني إن جاء التجار وقالوا نحن في هذه العلاقة نرى أن بعيدا كل البعد أن تكون منصفة، ولكن المتعاقد الذي قال الثلث والثلثان، وهذا سيكون لمصلحة طبعا رب المال أنه يريد ثلثي الربح مثلا، أو يريد العامل ثلثي الربح، فيقولان هؤلاء أقرب، لأننا في هذه الحالة نحن نقول 30% أو 35%، فهذا ما يشبه. فإذا كان أحدهما وافقه التجار وقالوا هذه نسبة متقاربة مع ما نتعاقد، فعندئذ يكون القول
قول من أشبه العرف، من أشبه حال التجار، هذا معنى أشبه. وعندئذ القول قوله بلا يمين. طب لماذا قلنا إن قول القول قول من أشبه بلا يمين؟ إذا قلنا إن أشبه بلا يمين فعندئذ نقول لا يحتاج إلى حلف اليمين، لأن رب المال رضي بأمانة العامل. وكذلك القراض مبني على الثقة بين الطرفين، فالثقة تتنافى مع اليمين، لذلك نقبل قول من أشبه بيمين. فإن أشبه جميعا فالقول قول العامل، فإن أشبه جميعا فالقول عندئذ قول العامل. طيب في هذه الحالة، هذه الحالات السبع التي ذكرناها، حكمها قراض المثل ويداومان على عملهما، لأن عملهما عمل تجاري لا حجر فيه على العامل، وأثبتنا فيها قراض المثل. هذا بالنسبة لأحكام القراض الفاسد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.